السلام عليكم. السلام عليكم. الله يمسيك بالخير. عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. فنجان الجاه جرت الله. تفضلوا يا اخوان. تفضلوا جرت الله. تفضل يا ابو سامر. ويانا. تفضل يا ابو سامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر عشائر العقرباوي على حسن الضيافة والاستقبال، وهاي من عادات أهلهم يكرموا ضيوفهم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وأشكر الجاه اللي وكلونا أتحدث باسمهم، كلهم شيوخ ووجهاء وقامات أردنية تحترم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. أول شيء نقرأ الفاتحة عن روح المرحومة أختنا بالله. هذا البلد الله حاميها أول شيء من الله، ثم من جلالة الملك عبد الله، ببركة الهاشميين، ببركة شعبه الطيب اللي حافظ على هذه العادات الطيبة، اللي لما تقع المصيبة يتقدم هذا الفنجان، لما ينطلب بنات الأصل الطيب اللي أنتم منهن يتقدم هذا الفنجان اللي للأسف قاعد يتحارب، وهذا الفنجان وهالوجوه الغانمة هاي جاي تثبت حقوق لا بالله ما هي جاي تضيع حقوق. وهذه بنت الأردن كلها، مي بنت العقرباوي، والعقرباوي خوال ابوي، انا جدتي قسمه العقاربه، جدتي كسب النمرين، وانتم خوالنا العزيزين. فهذا المصاب جلل، واحنا نستنكر العمل الاجرامي اللي قام به الشاب، اعتداء على بنتنا لما الله اخذ المنيه، وهذه والله ما هي الرجوله. والبنت باربع ارقاب معروفه عند العرب، عادات العرب والحق العشائري، البنت لما يعتدى عليها من الحائرات باربع ارقاب. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله كل مجرم سياخذ جزاءه. واحنا نطالب كنا بصوت واحد نناشد الدوله انهم يستعجلونا بحكم الاعدام. حكم الإعدام ضروري. ليش؟ لأنه الجرائم كثرت، الجرائم يراعى التلفون، الجرائم كثرت بالأردن، صارت يوميا الجرائم، يوميا صار نسمع جرائم قتل. أول أمس يوم الأربعاء كنا عند أبو ميزر الخلايدة، وقبل أسبوع من الجرائم، قبل يومين نسمع جرائم قتل. فهذا الشيء ليش؟ لأنه بطل الإعدام عند جامع الحسين. جامع الحسين كان زمان الشنق عبابه يتربى غيره ما يقدم عليها. فإحنا نناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ونناشد الدولة إنهم ينفذوا حكم الإعدام. الإعدام الإعدام ليش؟ عشان يتربى غيره. كل مجرم ان شاء الله غير ياخذ يناله وياخذ جزاءه. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله واطيعوا الرسول ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وبسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تشرفت هذا الجاه إلى مضاربكم العامرة وديوانكم العامر لتطلب منكم عطوة باعتراف باللي أقدم عليه المجرم واللي بدكم إياه هذا الجاه حمالة. والمصاب والله جلن، والمصاب والله هز الأردن كلها، والمعزى بكل بيت أردني، وإحنا هام بالوطن كنا يد واحدة وشعب واحد، لكن حسبي الله ونعم الوكيل، وهذه من الليذات والله يكفينا شر الليذات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، إخواني جميعا أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي بداية أن أشكر أهلي وأقاربي وأبناء عمومتي عشائر العقاربة الذين كلفوني أن أتحدث باسمهم، وأنا والله لست بأفضل منهم، ولكن من باب ويسعى بذمتهم أدناهم. وبعد، الإخوة الكرام، الجاهة الكريمة، نرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله، أنتم رسل خير وإصلاح. والآية الكريمة اللي تلاها خالي الشيخ عبد الكريم الحويان: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالإصلاح أمر رباني، أمرنا بالإصلاح. وبالمقابل أيها الإخوة، يقول الله عز وجل أيضا في محكم التنزيل، في محكم التنزيل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالقتل جريمة حرمها رب العزة، ولا تقتلوا أنفسكم، حتى الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا كلام رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويجلس عند الكعبة ويقول: إن حرمتك عند الله عظيمة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم. يعني حرمة المسلم أعظم من الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة الكرام، الجاهة الكريمة، أنتم رسل خير وإصلاح، وهذه حقيقة تؤجرون على ذلك، لأن الأجر من الله عز وجل. لكن يا إخوة، كثرة هذه الحوادث وكثر موضوع القتل، وأصبح الناس حقيقة لا يكترثون ولا يهتمون بما يحصل، أنا أردت أن أتحدث بإيجاز بسيط عن حادث ابنتنا إسراء واللي تعرضت له. هذه البنت يا إخوة اتزوجت قبل 3 أشهر، زواجها قبل 3 أشهر عند الشاب المجرم اللي اعتدى عليها. ثم كانت قبل الجريمة بيوم عند أهلها زيارة، وجاء والد المجرم أخذها كما يعني تذهب إلى بيت زوجها. يا إخوان، المشكلة إنه هذا الرجل خطط للقتل، وهذا الرجل يعني قام بقتله بدم بارد. أنتم عارفين أنه هذا المجرم حشرها أكثر من 7 ساعات قتل وضرب، وهذا كل اللي شاهدوا جثة المتوفاة شاهدوا ذلك. والبيت عامر، بيت نحن الموجودين فيه، الأب والإخوان والبنات والأم، لساعات طويلة من الصبح الساعة 8 صباحا حتى المساء، ولم يعرف ناس بالجريمة إلا في الليل.
يعني هذه حقيقة بتدل على جريمة بعيدة عن الأخلاق والقيم، يعني نزلوا إلى مستوى يعني بعيد عن وجوهكم، أقل من مستوى البهائم. يعني أن تقتل فتاة بدون سبب، تحشر ويغلق عليها الباب وتصيح ولا تجد من يساعدها. وشاهدوا كثير من جيرانهم، 6 سيارات كانت واقفة بباب البيت، باب بيت أهل الشاب هذا الذي قام بالجريمة. ثم انطلقت السيارات مسرعة بعد تنفيذ عملية القتل، وبعدين صار اتصال مع الدفاع المدني، وجاء الدفاع المدني والأمن العام في وقت متأخر، وإذا الفتاة قد توفيت قبل ساعة أو ساعتين. هذه جريمة كبيرة حقيقة لا يسكت عنها، لكن إحنا يا إخوة مش ضعاف وقادرين يعني أن واحد يحصل حقه وبيده، لكن إحنا بدولة القانون ودولة في قضاء نزيه بنفتخر وبنعتز فيه اللي بيحصل حقوق. لكنه حقيقة اللي بنرجوه من الإخوة الكرام اللي بيمشوا مساعي خير إنهم حقيقة يشدوا على هذه القضايا وإنه لا يتهاونوا. إحنا حقيقة يعني بنرحب فيكم مرة ثانية، أنتم إخوة كرام وعلى رأسهم الشيخ عبد الكريم الحويان خالنا العزيز اللي بنفتخر وبنعتز فيه. لكن يا إخوة إحنا بدنا نعطي عطوة باعتراف حتى يصدر الحكم من القضاء، يعني بدنا عطوة واحدة حتى يصدر الحكم من القضاء. والمطلب الثاني إنهم الجماعة يجلوا ما يكونوا في محافظة العاصمة، يعني مش مقبول يكونوا في أي منطقة، يعني هم ساكنين بالجويدة أو بالفيصلية على طريق الناس رايحة جاية. حفظا حتى تكون العطوة محكمة أرجو من الشيخ عبد الكريم إنهم خارج محافظة العاصمة، ما يكونوا في محافظة العاصمة. وإذا ثبت أن هناك اشتراك من أشخاص ما سلموا حالهم، سواء من الأخ ولا الأب ولا أهل البيت، إحنا حقيقة هذول ما عليهم عطوة. الناس اللي ما سلموا حالهم إذا ثبت من خلال المدعي العام والشهود أن هناك اشتراك بالقتل وبالجريمة، إحنا حقيقة يعني بنعتبر أنه هذه ما عليهم عطوة، وهذول مشمسين لأنهم حقيقة يعني أخفوا هذه الجريمة. وبالتالي يعني نشكركم مرة ثانية وحياكم الله. مصابنا يا أخوة جلل، والجريمة حقيقة كبيرة، يعني أن تقتل فتاة بريئة بدون سبب. ما بدنا نقول خلال 3 أشهر باع ذهبها وأخذ قروشها، حتى التلفون آخر يوم تلفونها اللي بتستخدمه أخذوا، وهذا حقيقة مجرم، ويجب جميعاً لا نقف مع المجرم، وأهل المجرم بتحملوا مسؤولية عمل ابنهم، ما يعني حتى ابنه أبوه ولا أهله بتحملوا هذه المسؤولية. عدم توكيل محامي، برضو عدم توكيل محامي، المحكمة توكل محامي، يعني هذا شرط من الشروط عدم توكيل محامي، لكن المحكمة يعني عادة في الجنايات بتوكل هي محامي ويتحمل هو المسؤولية. أرجو أنه يعني هذه الأمور يعني أن تنفذ، وحياكم الله وبارك الله فيكم واشربوا قهوتكم. هات المايك. الله يمسيكم بالخير. بصراحة كلامك أوجع قلوبنا، لأنه والله هاي بنتنا، وبصراحة الجريمة بشعة وما عمرها صارت لا من سواد العرب ولا من أي عشيرة بالأردن ولا من أي عيلة، أنه واحد يعتدي على بنت بهذا الطريقة. زوجته بعد 3 شهور يتم الاعتداء عليها ويقتلها ويحبسها من الصبح لليل لما درينا بالجريمة. لكن يا خواري وانتوا تذكروا الله، انا والله استقبل معاكم، لكن ادخل بلوى والكفل بالخاطر، وانتوا عارفين فاتحين ديوان لكل الناس، ما نقدر ننقي حدا، ولا انا والله استقبل هنا. يا خالي وانت تذكر الله، الجلوة العشائرية طالبتوا بها انتوا كل العشائر الاردنية وابناء المخيمات انها تكون على الجدة الاول على دفتر العيلة، وانها من اللوى للوى، الجلوة خارج اللواء. فاحنا ما نقدر نعتدي على هذا الشيء اللي احنا وقعنا عليه وطلبنا به وتعبنا الدولة معانا حتى اشتغلوا عليه، الله يجزاهم الخير. وصدرت القرار وريحني وريحك. كان زمان لما واحد يذبح كل العشيرة تجري، وتجري من المحافظة العاصمة كلها.
هسه لا، اللي يجري والد القاتل ويجري من لوا للوا، وحتى في ناس من حارة لحارة. وان تذكر الله انا جليت لك اياهم على المقر يا خالي، والله والله العظيم انت عارف انا صاف معك ومع الحق، اقسم بالله لا ضلي طول حياتي مع الحق لما الله ياخذ الامانه. والله انا ماني ماشي بصلاح ذات البين لاضيع حقوق، والله اني جاي اثبت حقوق، والله يعرف ما ودي حدا يعرف. فيا خالي احنا نترجاكم انه شروطكم كلها على راسي موافقين عليها، بس لكن انه خارج العاصمه انا ما اقدر، لانه انا من اللي كنت اجتمع بالمستشاريه العشائريه وبالديوان الملكي ونوقف قدام جلاله الملك ونطالب بهذا المطلب. فانا اترجاكم ترجاي، والجاهه كلها تترجاكم، والجاهه شحاده هذه كلها الوجوه الغانمه تركين بيوتها وعيالها تمشي بصلاح ذات البين لوجه الله تعالى. نترجاكم انه هذا الشرط اللي هو خارج العاصمه ما نقدر نوقع عليه، لانه راح ينقام. ليش؟ لانه المستشاريه العشائريه ووزاره الداخليه اصدروا هذا القرار، واعتقد انه كل العشائر الاردن وابناء المخيمات اجتمعوا بهم المحافظين والحكام الاداريين على انه الجلوه من اللواء للواء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ خليل الطهراوي بس يحكي كلمه، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. أقاربنا وأبناء عمومتنا العقاربة، اخترتم خير ما اخترتم، اخترتم الرجل الأمين، الرجل الذي نشهد به الإصلاح ونشهد به الخلق الرفيعة، وهو مربي الأجيال الأستاذ خليل عسكر. اللهم ربي كثر أمثاله وطول عمره. أنت يا أستاذ خليل خيرة ما اختاروك ربعك في هذا الأمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله سبحانه وتعالى ليس نحن فزع إلى المجرم، كلنا أيدينا وألسنتنا وقلوبنا وأموالنا معكم ضد هذا المجرم السفاح الذي لا خلق له ولا إيمان له ولا إله أي خلق أو إنسانية من الإنسانية. في عصر الجاهلية يوم كانت ما قبل الإسلام، المرأة تكرم ولو جاءت بذنب عظيم، بقولوا كحيلة ورسنها بالفوق على رقبتها ودوريها. شاف شلون؟ لا سمح الله لو أجت بأي جرم من الجرم، اللي الرجل اللي اسمه رجل ما يرد على المرأة، لأن هذه من الحائرات اللي محرمات في الجاهلية وفي الإسلام، المدد عليه ولكن صار ما صار. بالنسبة ما الأخ عبد الكريم، شيخ عبد الكريم اللي تفضل به وأنت تفضل به، انضم صوتنا لصوت الشيخ عبد الكريم، إنه هذا الأمر إنه الجلوة خارج العاصمة هذا صعب، لأنه الأردن كلها إخوانية العاصمة. الأردن العاصمة. يعني انت يا استاذ خليل انت انسان حال امته وانسان حال العقاربه، واحنا وهم خير ما اختاروا الرجل الامين على الامه. الاردن كلها هي العاصمه عمان، فاحنا بنطلب وبنضم صوتنا للشيخ عبد الكريم والجهه بنضم صوتها، نشهد منكم انه الامر هذا اللي وقعوا عليه وجهاء وشيوخ الاردن كلها، انه الجلوه من لواء الى لواء وعلى دفتر العيله، أن لا نتجاوز حدود ما أمر فيه هيئة الإصلاح بين الناس، لا يتجاوزوا، لأنه ما حدا برد عليهم. إذا تجاوزوا الطرق المبنية واللي شرعها القانون العشائري ما حدا برد علينا، بقولوا ارجعوا أنتوا خلفتوا زي محاكم الاستئناف. إذا القاضي المستأنف أجا أو التمييز أخطأ في حكمه، مش برجع الحكم، بقولوا ارجع. فهذه العشائرية عشائر. اذا اخطا الشيخ عبد الكريم وقال بدنا نجليكم من العاصمه، بقولوا تخطيت يا شيخ عبد الكريم، ما حدا بيقبل منك عطوتك، لانه في هذا قانون وقعوا عليه جميع شيوخ ووجهاء الاردن، وانت منهم يا استاذ خليل عسكر الرجل المحترم الذي نحترمك ونكون لك كل احترام وتقدير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخواني احنا الهدف من الجلوه بدنا نبعد شرهم عنا. يا اخواني القضيه ليست بسيطه، ليست النائحه كالثكله.
قضية يعني إحنا مش قادرين نتحمل. يعني بدك بكرة يمروا من الشارع، ما هو جماعة ساكن الشارع اليادودة، وواحد من الشباب لا يتعرضهم يقتلوا واحد منهم، حتى يعني الجماعة اللي أجرموا حق هذه البنت، أنا خجلت أقولكم إنه كان يطفي السجاير بجسدها، خجلت أحكيها من باب يعني إكرام البنت اللي توفت. يعني هذا رجل تسع قلقانين قلقانين ما ينصرف حقيقة، يروح على مادبة، على مادبة، مادبة قريبة، مادبة قبلي محافظة ثانية. أما نحن في ناس من قريبنا ساكنين في المنطقة، نرجوك ورجاء إنه موضوع الجلوة إنهم ما يظلوا بالمنطقة، يروحوا على مادبة على محافظة ثانية، مادبة ما في مانع يروحوا على مادبة، أما الزرقاء اللي هم، أما في المنطقة هذه ما يظلوا. وبعدين يعني ما يقربوا، يعني إذا شوهدوا بالمنطقة هم يتحملوا مسؤوليتهم، والعطوة نعتبرهم ما في عطوة بيننا وبينهم. يعني هم من باب الأمانة شيخ عبد الكريم أنا بحكي من حرقة لأني عارف شو اللي صاير. والله قعدنا يوم بنس نهدي الشباب، يعني إحنا ما اعتدينا ولا قمنا بحرق بيوت زي ما الناس بتحرق بيوت وتساوي. هذه قضايا أنا ما بأمن فيها وبعتبرها حقيقة خارج يعني النظام ولا تجوز. أما بنفس الوقت يا جماعة لا نعتبر حتى القانون، لا نعتبر واحد مجرم وأهله شاركوا في الإجرام. الأهل شاركوا في الإجرام، الأهل الموجودين في البيت يا جماعة اذكروا الله، ساعات طويلة من الصبح للمغرب هو يضرب بها البنت ومصبخها وماتت تحت الضرب. يعني إشي كثير إذا انقلعوا على منطقة بعيدة، خليهم يتحملوا مسؤولية، خليهم يشعروا بالذنب اللي ارتكبوه. أما إحنا يا أخوان يعني دائما الجاهة، أنا بعرف الجاهة يعني يتكلم نفس الطريقة، وأنا يعني محترم كلامكم، لكن أرجوكم بالنسبة لمحافظة العاصمة ممنوعين منها، يروحوا على مادبة على محافظة ثانية، ومادبة قريبة يعني كيف، وبيوتهم ما يرجعوا على بيوتهم، يعني ما يجوا إذا يعني جماعتنا بيراقبوهم، إذا ناس رجع على البيت، البيت خلص ما يدخلوه، حتى تنتهي القضية وبعدين لكل حادث. ولا يؤجر ولا يؤجر ولا إذا كان إذا دخلوا والله إذا دخلوا بيوتهم لا نحرقها فوق. إذا كان والله لا نحرق الجويدة كلها، كل واحد انتبه له. توكل الله أبو شاكر. إحنا يا أخوان يا شيخ عبد الكريم أرجوك، أنت خالنا وأنت واحد منا ونحترم جيتك، أن لا يبقوا في المنطقة. يعني احنا عارفين مش موقف هم الفيصلية هنا جنب ال صلوا على النبي يا جماعة الخير. الجويد يبيها عشائر كثيرة ولا الاحترام والتقدير، وانا بدي اعتذر عنك عن كلمتك خالي. صلي على النبي، صلي على النبي، ما حد ينتمي لهم. انا اخوك والله كل المنطقه مي طايقه تسمع سيرتهم ولا الباقي. ايوه والله انك حشم والحويان ولا ما عليك زود، ما عليك زود، وانت اهلنا. انا قصر صلوا على النبي. احنا من الفيصليه يطلعوا، لكن اي لواء تختاره، اي لواء عندك نعور وعندك ماركه وعندك العاصمة عمان غاد بعيد، أما إنه نعم علوة لوا الجيزة أبشر من لوا لوا الجيزة أبشر تم على الخشم. الله يجزاكم الخير والله العظيم يا أخوان، كنا جايين نثبت حقوق، والله ما إحنا جايين نضيع حقوق. لوا رصيفة زين لا لوا ماركة عبد الكريم أخويا نعم العقار بطوق عمان نعم بالفيصلية نعم بجاوة بجدودة اطلع برا يا أخي. يا أخوي ماشي أنا معاك، اختار أي لوا وين ما بدك إيه. لوا الجامعة زين، لوا الجامعة بالجبيهة، لوا زيزية عالجيزة ما نبيها أبو نصير لو أبو نصير ابشر تابع ماشي لو أبو نصير كويس عجبيها أبو نصير ما هو تابع لو الجبال يا أخوي صلى على النبي لو الجامعة يا أخوان تابع لأبو نصير تمام خلص ولا يهمك ابشر
لواء 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 الجامعة توكل على الله. لواء الجيزة ابشر. نعم. لواء الجيزة تابع لمادبة. لا عمان عاصمة. العاصمة العاصمة. خلاص لواء الجيزة ابشر. صبوا لنا قهوتنا والله يجزاكم الخير ويخلف عليكم. كثر الله خيركم يا خوالي. اتخال الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، أكرر الترحيب في الجاهة الكريمة وبارك الله فيكم. في سنة 94 يا أخوان حضرنا الأول في الدار البيضاء عن الجريمة في المدينة العربية، وبعد انتهاء الندوة قرر المشرفين على الندوة اللي هو المركز العربي للدراسة الأمنية والإنتربول عقد ندوة في عمان بعنوان دور العادات العشائرية في الضبط الأمني في الأردن. فعاداتنا الحمد لله رب العالمين هي إحدى وسائل الأمن في المملكة الأردنية الهاشمية التي ننعم جميعا في بحبوحة من الأمن والاستقرار بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، كلام الأخ الكريم ومن معه الجلوة من مكان أو من لواء إلى لواء متقاربات، كلام كأننا يعني إحنا أقرنا رغم عدم الحضور على لجنة الإصلاح تحكم، لم يحضرها معظم شيوخ الأردن ولا الأغلبية حضرتها مجموعة، ولكن فيها فوائد جمة لهذا الوطن، وليس أحد منا مأمون أن يقع في خطأ وأن يقع في الزلل. طالما هالرجل بالدب، إذا واقع أن تقع في زلل وتقع في خطأ، وطالما إلك أقارب وأبناء يسعوا في الرزق، طالما هو خرج إذا احتمالية الخطأ واردة، فلا نأمن أنفسنا. فإذا فيها مصلحة وأنفع نستفيد منها جميعا. الجلوة طالما أنه تابع للواء الجويدة، فحدود الجويدة إما على محافظة المادبة وإما على الجيزة، وأخترت الجيزة بناء عطربة بارك الله فيك. وعلى الجيزة، على الجيزة ما في مشكلة، وعلى دفتر العائلة، على دفتر العائلة. وعلى أثني للأخ يا أبو الله صلى الله عليه محمد أخوي خليل أبو بلال، عدم العودة أو الحضور إلى منازلهم يا أخوان، إحنا أبدا نقبل على عدك ونقبل ما تقولوا فيه نقبل، لكن عدم الحضور إلى منازلهم وتغلق. أي واحد إذا حبوا يوكل واحد يشرف عليهم يعني ويمرر الاسم إلى الإخوان اللي هون إنه فلان من خارج عشيرتهم، مع الاحترام والتقدير لعشيرتهم إحنا إلهم، إذا حبوا يحطوا وكيل يكون اسم موجود إنه هذا يعني غير ممنوع حضور إلى البيت، وعدم الاجتماع في المحلات العامة مع قرايبنا لهم. لا 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 طبعا. وبارك الله فيكم، الله يجزاكم خير، واهلا وسهلا. تفضلوا على بناء الغيرين وشربوا قهوة.